وهسيب حضراتكم دلوقتي مع هذا التقرير اللي بيرصد جزء آخر من المحافظات المصرية اللي بتحتشد من أجل دعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحملة الانتخابية لسيادته من أجل الوصول إلى كرسي رئاسة الجمهورية لفترة رئاسية ثانية. انتوا عارفين الانتخابات إن شاء الله يوم 10 و11 و12 في ديسمبر بالنسبة للمصريين في الداخل، وواحد واثنين وثلاثة المصريين المقيمين في الخارج. هذه المرة لقاءاتنا مع محافظتي الدقهلية وسوهاج، ثم نختتم برسالة شباب مصر، شباب حزب مستقبل الوطن، إلى السيد الرئيس دعما وتأييدا. لو كل واحد مننا جاب من عيلته 50 ولا 100 معاه يوم الانتخابات، اعتقد ان مصر هتحقق رقم غير مسبوق، والعالم كله اللي بره اللي كان بيراهن على ان الدولة مش هتكمل تيجي تشوف هذا المنظر العظيم في الدقهلية، وكله واقف على قلب راجل واحد ورا الزعيم وقائد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلال عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا أقول إنجازاً بل إعجازاً، في هذه الفترة الزمنية اليسيرة غير وجه مصر بأكملها، بدءاً من إنشاء قناة السويس الجديدة والمنطقة الصناعية بقناة السويس، مشروع مصر بلا عشوائيات، ومشروع الأمن المائي المصري، وبناء المدن الجديدة. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع أمامه استراتيجية وخطة ممتدة، وهو يسارع الزمن كما رأيناه في جميع لقاءاته، يريد إنجاز كل شيء في أقل من الوقت المقرر، وهذا ما يجعلنا أن نذكي ونوجه الجميع بالانتخاب والاختيار المباشر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية. احنا في الدقهلية بنقول حاجة مهمة قوي، ان احنا اكثر محافظات مصر وعيا وثقة، وبالتالي يجب يكون تصويتنا كثيف في الصناديق، لان نقول لكل المصريين في الداخل وفي الخارج نحن نختار رئيس قوي لمستقبل مصر ان تظل قوية في بلدها وفي محيطها. وارجوكم كل واحد في الدقهلية نروح ننتخب الرئيس السيسي، لان زي ما قال احد النواب من الحاضرين، مش الرئيس السيسي اللي محتاجنا، احنا اللي محتاجين الرئيس السيسي. النهاردة انتوا في الدقهلية وبالمشهد اللي انا شايفه دي صعبتوا علينا المسؤولية، هتخلونا مش هنعرف نتكلم. لو اتكلمنا عن حب للدولة المصرية وانتمائنا له وتقدير لكافة الجهود اللي بذلت من قبل القيادة السياسية، مش هقول اكتر من الاحساس اللي انا شايفه منكم بالعدد اللي انا شايفه ده النهاردة. ان شاء الله 10 و11 و12 هنرد جميل في الصندوق. شكرين، شكرا لحضراتكم جميعا. قال والله انك لاحب البلاد الي،
مرحبا. اجتمعنا اليوم لكي ما نعلن محبتنا ولكي ما نعلن تأييدنا لحبيبنا رئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسي. إننا كلنا نعيش معا في وحدته، ونؤكد أننا كلنا نشعر بحكمة هذا الرجل. اجتمعنا اليوم بهدف واحد ونية صادقة لدعم دولتنا وتأييد قادتها في جميع ما يتخذونه من قرارات لحماية الدولة والأمن القومي المصري والتنمية المجتمعية في كافة المجالات. كلنا مجتمعين، كلنا موجودين في هذا المكان لهدف واحد، لغرض واحد، وهو المشاركة، المشاركة السياسية الكثيفة لانتخاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية إن شاء الله يوم 10/12. وإقرارا للحق وإقرارا للواقع، إذا دققنا النظر لم نجد سوى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية ليتولى أمرنا. أطلب من حضراتكم أن تبعنوا للعمل وأن تبعنوا الفكر والتذكر، ونعود بمخيلاتنا إلى النقطة الزمنية من 2011 حتى 2014 ما كنا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. نتوجه بهذا الخطاب لسيادتكم كشباب مستقبل الوطن، نحمل فيه نبض شبابنا، أمالنا وألامنا، ونؤكد لسيادتكم أننا وبفضل الله لم ولن نسقط في فخ دمار الشباب. نتحدث الآن شبابا داعمين للقضية الفلسطينية، وقد أرسلت فينا سيادتكم روح الحكمة وإدارة الغضب لخدمة السلام والإنسانية وضمان حق شباب وشعب فلسطين في البقاء على أرضهم وإقامة دولتهم. ومن نفس روح الحكمة يتجلى ما بذلتموه من أجلنا في ملف الشباب الذي يمثل 60% من نسيج المجتمع المصري. نشهد أنك تحديت بين الزمن والبيروقراطية وفتحت لنا أبواب التمكين والتنمية. واسمح لنا هنا سيادة الرئيس أننا نقف ونقول لك إننا بنشعر بالفخر والاعتزاز، كل الاعتزاز، لما بنبص على ملف تمكين الشباب في المناصب القيادية. صحيح، لقد وضعتم الشباب على رأس أولويات الدولة. أصبحنا نفخر بشبابنا الذين تم تمكينهم بنسبة 60% في حركة المحافظين. هذا تمكين نتاج لدعم الشباب من خلال مؤتمرات الشباب التي انطلقت برعاية سيادتكم عام 2016 مرورا بمنتديات شباب العالم. شاهدنا كيف تغيرت فلسفة التعليم، بداية من تطوير التعليم قبل الجامعي وتطوير التعليم الفني وتحويل المدارس التكنولوجيا التطبيقية وصولا إلى الجامعات التكنولوجية والأهلية الجديدة. دعمتنا بملف الشباب والرياضة من خلال مشاركة أبطالنا بالمنافسات القارية والدولية، وشهدنا في عهدكم تطوير وإنشاء أكثر من 4000 ملعب وأكثر من 12 مدينة شبابية وأكثر من 250 مركز شباب وإطلاق العديد من المسابقات للكشف عن المواهب. أحلامنا لا تتوقف، لذلك سيادة الرئيس نتطلع معكم لمزيد من المشاريع والإنتاج كما نثق في حكمتكم بالخروج من أي أزمة اقتصادية أو غيرها. وبعد جهود سيادتكم في كل الملفات من أجلنا ومن أجل دولتنا الشابة، يسعنا المقام وبكل صدق أن نقول قلوبنا معك وسيوفنا أيضا معك. لدينا دولة باقية بفضل الله وشعب يدرك ثمن هذا البقاء في ظل هذه الظروف، وبنقسم بالله معك اللي هيقرب لها لنشيله من فوق وش الأرض. نعلن عن كامل دعمنا لسيادتكم في استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على الأرض في فترة رئاسية جديدة. سنفني معك ما تبقى من الجهد في سبيل بقاء راية مصر عليها خفاقة، ونظل تحتها مرددين دائما وأبدا تحيا مصر، 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 تحيا مصر. خطاب شباب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. أمانة العمل الجماهيري، حزب مستقبل.